متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في الحلقة هذه غنفتحوا الملف تاع المهرجان على مستوى مدينة الدار البيضاء. كما تلاحظوا سكان مدينة الدار البيضاء أن المدينة عزات أن دير واحد المهرجان اللي يكون يعني معروف عالميا. تشوفوا أن مدن صغيرة يعني دارت مهرجانات ولا الصيد ديالها عالميا. علاش الدار البيضاء ما قدرش دير مهرجان ديالها الكبير؟ شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ واش مجلس المدينة؟ واش الجهة؟ واش وزارة الثقافة؟ من أجل مناقشة هذه القضية ديالنا نستضيفوا السي عبد الله الرشيد، صحفي ومهتم بالشأن الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء. سي عبد الله مرحبا بك. تحية لكم، خلالك تحية لكل الزميلات والزملاء بأنفاس بريس وللطاقم التقني الشاب اللي هو خلف الستار الآن. سي عبد الله، علاش الدار البيضاء يعني ما قدرش دير واحد المهرجان كبير ديالها اللي تولي معروفة بها على المستوى العالمي؟ الدار البيضاء علاش ما قدرش دير؟ أولا بعدا خصنا نحددوا أن أي مهرجان ماشي هو طرف، ماشي هو شي حاجة زايدة ولا فقط لأنه ثقافة أو فن أو كذا، إنما هو داخل في صوب التنمية، هو داخل في صوب استراتيجيات تنموية. إذن أي مدينة بحال الدار البيضاء اللي هي واحد الميتروبول متوسطي إفريقي عالمي مشهور، فيه كازا يعني فيه قطب مالي، فيه واحد العديد، يعني هو يعني واحد السمعة ديالها اللي سمعة عالمية، ميتروبول عالمي، ما خصهاش تبقى عندها هذه الصورة النمطية بأن مدينة المال والأعمال إلى ذكرنا إيجابيا، ولكن ما خصهاش تكون أيضا أي مدينة الإسمنت والإسفلت، خصها تكون مدينة بروح. هذا الروح لا يجب إلا الروح لا تكون إلا فنية وثقافية من خلال تدبير الشأن الثقافي والفني عبر يعني تدبير القرب وعبر مهرجان خاص بالدار البيضاء اللي كيعطيها الهويه. علاش الدار البيضاء ما قدرش؟ انا دابا هو غياب هو علاش الدار البيضاء هذا هنا على مستوى الكلام ولا على مستوى ما خطط وفي الوثائق والسياسه، يعني ملي كتقرا داك الشيء كتقول ان هذا الشيء فعلا هذا هو اللي غادي يؤدي باش يكون عند مهرجان الدار البيضاء، ولكن ملي كتشوف التنفيذ ما كاينش. ونتسائلوا علاش ما كاينش التنفيذ؟ علاش ما كاينش التنفيذ؟ لان اولا خص اراده وغياب التقائية، لأن ملي كتقول مهرجان وطني فيه التقائية بين المدبر والمنتخب المحلي ممثلا في مجلس المدينة ووزارة الثقافة، وزارة الثقافة من جهتها في إطار تدبير هذيك الميزانية ديالها العامة اللي هي ميزانية بالنسبة لنا أنا كنعتبروها تبخيسية، لأن وزارة الثقافة ملي كتعطي واحد الميزانية اللي هي أقل الميزانيات فهذا بمعناها تبخيسية، بمعنى أنك في السياسة العمومية لا تضع تتناقض كون أن هذه المهرجانات ليش السبب؟ المهرجانات هي فضاءات لتدبير المشترك، المهرجانات تتجه إلى الإنسان، المهرجان والإنسان شنو هو؟ صب التنمية البشرية، والتنمية البشرية هي صب النموذج التنموي، إذا كان واحد العلاقة، هذيك العلاقه ملي انت كدير ميزانيه بغينا نحددوا المسؤوليه، بغينا نحددوا المسؤوليه، تحدد المسؤوليه، لا 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 المهرجان نحدد المسؤوليه. انا اللي قلت لي تكلمتي لي على الدار البيضاء، حملوا المسؤوليه الى مجلس المدينه، تكلمتي لي على الجهه وحملوا المسؤوليه الى جهات الدار البيضاء، لانهم هما اللي كيكونوا القاطره، هما اللي كيطلبوا الالتقائيه. دابا تنهضروا على مستوى مدينه الدار البيضاء، على مستوى 16 مقاطعه. دابا كما تطلع معي ان كل مقاطعه تدير مجهود. لا غادي نفرقوا، لا غادي نفرقوا، غادي كل مقاطعه تدير مجهود خاص ديالها، كيبقى يعني ما كيبقى اشاعه كبير. علاش ما يكونش واحد توحيد الجهود وتوحيد واحد الرؤيه، جميع المقاطعات يتوحدوا ودار واحد المهرجان كبير على مستوى؟ ها هو لان علاش؟ لان قال لي طح من الخيمه خرج ميل. نهار كنا حنا كانت الدار البيضاء تسير نفسها بنفسها، كان مهرجان وطني. كيفاش تسير دابا؟ لا تسير من خلال شركه التنميه. هاد شركه التنميه التفاوت في الاداء ديالها وفي التدبير ديالها. ملي كنجي لكازا ايفنت هي التي احملها المسؤوليه انها لم تقم لحد الان بما يعطي للدار البيضاء روح. انا ما كنقولش المهرجان، كنقول كازا ايفنت خصك تعطي للدار البيضاء روح ثقافيه وفنيه، خصك تعطيها الاشعاع. هي عندها اشعاع، عندها اشعاع مالي، عندها اشعاع اقتصادي، عندها اشعاع تاع الدار البيضاء على المستوى العالمي كان من خلال فيلم اللي هو كازابلانكا. فيلم كازابلانكا، لا ما فيلم كازابلانكا يعني وزيد فيلم كازابلانكا وما نساوش المسرح ديال الصديق الله يرحمه، الصديق اللي واحد القامه فكريه، ما نساوش كتابها، ما نساوش ادبائها، وما نساوش الظاهره اللي هي كانت هي المنبت ديال المنبت والمعين ديال 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 الظاهره المجموعاتيه كان في الدار البيضاء. هي عندها المقومات كلها، شكون عندها كل شيء وما عندها حتى حاجه،
راه ما خاصها حتى حاجه، وعندك خاصها اراده وخاصها الالتقائيه. دابا فاش نقولوا خاصها الاراده تيبقى داك الشيء غير في الدبابه. يعني شكون هذه الاراده؟ فين فين الاراده؟ هذاك المدبر. انا هذاك واش ما كاينش اراده؟ ما كاينش اراده ولا كاين شي معيقات؟ لا انا من اللي كنقول لك خاصك الاراده، ما حدك باقي ما نفتيش، راه باقي ما عندكش الاراده. انا احكم على ارادتك بالتنفيذ، احكم على صدقيه تصريحاتك بالتنفيذ، احكم على وثائقك الجميله اللي فيها حويجه زوينه. لان ملي كنجي انا نلقى الدعامات ديال التنشيط الثقافي والفني بالضروره، كيقول لك سيتي خصنا الدعم المالي. احنا مستعدين باش نعطيك الدعم، غادي نسولوا هذا العام كيفاش دار الدعم المالي. لان مثلا التنشيط الثقافي والفني كيفاش دبراتو؟ واش هذاك الدعم العالي اللي مشى ولا فتات؟ هذا عطيه شويه وهذا عطيه شويه. واش هذاك الدعم المالي ما كنشوفوش انه تخصم منه باش نديروا مهرجان ومهرجان للدار البيضاء؟ مهرجان البعض كيقول ايضا ان خيل من غير هادشي اللي تكلمت عليه السي روكشيت، التصور تاع المهرجان ما كاينش. تيقول علاش ما نركزوش على هضرتي على الظاهره الغيوانيه، علاش ما يكونش واحد المهرجان الظاهره الغيوانيه على مستوى الدار؟ تولي الدار البيضاء معروفه بهذا المهرجان ديالها، مثلا الصويره تاخذ هو كانت مبادرات، كما قلت حتى مبادرات محتشمه. مثلا كتلقى مقاطعه الحي محمدي، ها مقاطعه الحي محمدي من هنا من بعد 20 في الشهر ان شاء الله راه عندها مهرجان 20 غش، من بعد 20 غش عندها مهرجان ديالها. ديالاش؟ مهرجان ديال الظاهره الغيوانيه والظاهره المجموعاتيه اللي مشاركه فيها، اللي مشاركين فيها الرواد. حيت دابا الظاهره راه فيها جوج، فيها الرواد وفيها ما سميته انا شخصيا، انا الذي صنفت هذا لان هذا خصني نقوله اليوم. انا الذي سميت كاينه الرواد ولكن كاينه الاستمراريه ديال 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 الظاهره. هما الناس ديال الحي المحمدي، ولكن الحي المحمدي ما هي الميزانيه المرصوده لهذا 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 المهرجان؟ يعني الحي المحمدي كنت تنزلوا على مستوى خاصها تنزل، خاصها تنزل، خصها تنزل على المستوى الضريبي. انا كنت حاضر، هذه هو نقولها للامانه، كنت حاضر في مناقشه ديال الدكتوره في 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 كليه ديال عين الشق اللي كانت مناقشه في التاريخ، وكان حاضر السيد رئيس الجهه، وفي اطار حوار بحال هكا يعني انه بشر بانه غادي يدير مهرجان جهوي ديال الدار البيضاء بالمواصفات ديالو. وانا على علم ان تحطوا مشاريع قبل هذا، وكانت قبل كانت الاخ ميلود ديال المسنوه كان دير واحد المهرجان ديال الجهه، ولكن هذا المهرجان ديال الجهه حنا بغينا الطموح يكون كبير. لان مثلا على مستوى الظاهره، الدار البيضاء ما فيهاش الظاهره. ها هو دابا الابواب الخمس غادي يديروا مهرجان ديال تاكناويت، لان الدار البيضاء كاين القناوي المرصاوي، كاين قناوي مرصاوي اللي هو خاص بالدار البيضاء، هذا ممكن حتى هو يكون مهرجان. كانت مهرجان ديال السينما والمدينه اللي كان داز، هو السينما المدينه في الولايه. ولكن شوف خاص محتشم، خاصنا واخا الدار البيضاء ما تيحسوش بان ما كتحسش نهائيا. شوف شكون اللي كيحس؟ الا كان شي ديك المنصه محطوطه في 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 العنقله وسط المدينه، راه الناس اللي جايين كيشوفوا. ولكن الدار البيضاء ما كنحسبوش، اللي حنا في الصيف ديال ما كنحسبوش ساكنه الدار البيضاء، كنحسبوا الزوار ديال الدار البيضاء اللي كيجوا للدار البيضاء، كنحسبوا الناس ديال المهجر، كنحسبوا ذاك رجل الاعمال. رجل الاعمال حنا ما وضعنا ليه حتى شي حاجه التي تغري باش يتفرج فينا. هذا هو السؤال ديالي، علاش الناس المدبرين تاع الشان المحلي ديال الدار البيضاء ما فتحوش على القطاع الخاص اللي هو تيساهم في نجاح بحال هاد المهرجان؟ هما ينفتحون على القطاع الخاص، والقطاع الخاص يجب ان ينفتح. مثلا على مستوى الابناك، انا كنعرف واحد العديد ديال الابناك عندهم مؤسسات ثقافيه رازينه، حضرت الندوات ديالهم، حضرت الملتقيات ديالهم. هما بروسهم خصهم يدوا اليد للمدير. طلبني انا لا كيمشي، كتكون مبادرات كتكون مبادرات من الجمعيات اللي حامله للمشروع. لان ما ننساوش انها خاصها تكون ثلاثيه، تكون بين القطاع الخاص والقطاع العام اللي هو مجلس المدينه والمجتمع المدني الحقيقي، ماشي المجتمع المدني الحقيقي اللي يكون حامل المشروع هذا ويعطي ذاك الاداء، ولكن تكون اليد الممدوده، اليد الممدوده ديال القطاع الخاص اللي هو راه ملزومه عليه. علاش ملزومه عليه؟ لان القطاع الخاص لما كانش عنده المسؤوليه الاجتماعيه، المسؤوليه يعني لا المسؤوليه الاجتماعيه، راه ماشي قطاع خاص. لان حيت المسؤوليه الاجتماعيه والبيئيه هي العنوان ديال المقاوله المواطنه. ملي كنقلبوا على المقاوله المواطنه خاصها تكون عندها هذه المسؤوليه، المسؤوليه تكون فنيه بالطبع،
كانت مثلا بعض الابناك كدير معارض ديال 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 الفن التشكيلي، كدير لقاءات، ولكن داكشي اعتبره محتشما لان ما كيمشيش لاباز الكبيره وما كيكونش عنده لامباكت السياسات العموميه باش كتقيم. كتقيم بالاثر، الاثر هذا على الاراده في الاول. واش تشوف ان المنتخبين زعما ديال الدار البيضاء عندهم الاولويه كاشخاص؟ شوف كاشخاص ملي كتجلس مع اي واحد خاص يقول خاص ندير بدون استثناء عنده هذا الهم، ولكن ملي كنجيو للتنفيذ ما كاينش التنفيذ. راه ما كاينش الاحزاب اللي تتسير دابا عندها هذا الهم هذا. شوف لا الاحزاب راه هي تمثل الاحزاب يمثلون اشخاص، راه يمثلون اشخاص. راه ملي غادي تمشي لاي حزب في المغرب بدون استثناء، راه ملي غادي تمشي مثلا ما كنقولش على البرنامج كيتبقى على مستوى النوايا، والنوايا راه هذا هو اشكال. اشكال ديال السياسات العموميه كلها ان كنقول لهم ان يعني نجاح السياسات العموميه وصدقيتها في مدى تطبيقها، راه هذا هو السؤال الازلي اللي باقي كطرحه انت السي بوسطه. شتي لكون رجعت الكتابات ديالك الاولى غادي نلقاك نفس السؤال طرحتي هذه شي 10 سنين. علاش؟ وهذيك علاش خصهم هما يجاوبونا الان؟ حنا لا انا ولا انت لسنا مؤهل. حنا في حنا في واحد البلاصه ديال التقييم كنقولوا كنصونيو لا يعني الصوني ديال العرب كنقولوا بان هاد 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 الدار البيضاء لم تنال حظها من الثقافه والفن. كنمشي الاصيله كنلقى انني عندي مهرجان واصيله. دابا خدنا اصيله ناخذوا السي بن عيسى هز عليه هذا الهم تاع الثقافه على المستوى ديال الدار البيضاء. ها هو ملي خصها حتى هو شي راجل اللي يهز. خاص اللي يكون رجل، خاص اللي رجل. لا ما خصوش يكون عنده الهاجس انتخابوي، ما خصوش يكون عنده مثلا حتى غادي يدير البرنامج يدير واحد البرنامج معين يفكر بهذا. حيت هذه مساله وطنيه، هذه مساله ديال المواطنه. راه هذا التدبير المشترك والمهرجان كما قلت راه ماشي طرف. ولكن البعض يقول لك حنا بقى لنا مهرجان، يعني حنا الدار البيضاء تباح لنا مع الحفار في الشوارع وكذا. لا ولكن التدبير راه خطوط متوازيه. خطوط متوازيه. كنقول ما نعفيكش انا من الحفاري، وغتصوب الحفاري وتصوب البولات وتصوب الطريق وترجع لي الدار البيضاء الرونق ديالها. ما ديرش لي انا داك درتي لي مشيتي كدير كتبلط بواحد ما هو رخام، ما هو بصلانه، ما هو حتى شي حاجه. كحل ولات الدار البيضاء كتخرج انت كيجي كروازير الميناء ديال الدار البيضاء، كيخرجوا النصارى كيخرجوا السواح ديالنا ولا كيخرجوا رجال الاعمال، وكيطيح كيطيح كيطيح في البشاعه، كيطيح في اطفال مشردين، كيطيح في الزبل، كيطيح في حنا كبيضاويين نتحمل مسؤوليتنا. حنا كنوسخوا الدار البيضاء، حنا كبيضاويين خصنا نكون عندنا همنا على الدار البيضاء، همنا من الناحيه الجماليه. الجمال الجمال اليومي اللي نحافظوا على الدار البيضاء، والجمال ديال تدبير الفضاء المشترك. خصها تكون عندنا مسارح، المسرح الان كبير اللي ممكن شي ديك الساحه ديالو ممكن انه يكون هو، وممكن هو كما ان مسجد الحسن الثاني دير باللايزر كيقول لك هالقبله ولا معلمه من علامات الدار البيضاء. كان من المفروض ان المسرح الكبير خص يكون من معلمه ويكون هو المحور ديال النشاط الثقافي والفني. ورجع راه والله ما درنا الالتقائيه، والله ما بركنا. وانا ادعو، انا ادعو الان مجلس المدينه، كل مكونات مجلس المدينه، كل مكونات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الى اقامه واحد الندوه، ماشي الاستهلاك الاعلامي، ماشي اللغات الخشب، ندوه اللي تخرج منها توصيات باش نجاوبوا على هذا السؤال اللي كطرحوا انت وكيطرحوه العديد من الزملاء. كطرحوه ما العمل باش تكون الدار البيضاء عندها مهرجان ديالها، والمهرجان ليس طرفا، المهرجان ضروره تنمويه لانه كيمشي للانسان وكيعطي الاشعاع. وحنا الدبلوماسيه الموازيه محتاجين ليها اكثر من الدبلوماسيه الرسميه، لان الدار البيضاء ملي هي كميتروبول يسوق افريقيا ويسوق عالميا يجب ان يسوق بهذاك المكنون ديالو الثقافي والفني الغني. راه الدار البيضاء غنيه بمكنون ثقافي وفني فيها كل شيء، خاصها الاراده اللي قالت. صح سي عبد الله، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.